محل كسر كردي حال كي مدحونها دلك جبوتي إسماعيل عمر قال سيدو كلام محل كسر عضاد دلك جبوتي وهذا نوين محل يكون مشغول سين قلها وسيرده دلك جبوتي هي ترياشة إذا ماذا دلك جبوتي يعني أنت عصو قبناه نداري هاي مقال كشير قرا يعني لايك نصار صور وهذا دا وضيال سيدا أكتيم بمدحونها دلك جبوتي مقال أي حال نقف في لليه هاي وحوكسه دقي سوى عافمات قبا جيجي ديار الله يمقال دي جبوتي مقال كاسي وابين وانا مقال هوري مقال كاي سلام يا رئيس الوزراء دلك جبوتي يا سيدو كان القدومية بارلمان كديليتي أحمد ديليتي ومقال هوري واحد ديبو غفيرين كتا بيجك إسماعيل عمر قيل لأي ديبو غفيرين كتا بيجك سوى بيجك وطا لوضا بقول إيا شانتا كون إيا فلوغا وطوي إيا أفكا فرانسيس المقرن ديبو غفيري مركا مقال كا دكا للاو داقي إسماعيل ودوتينا يا إيو جاكت كوين قبو ومقال هوري هدبا يعني إسماعيل عمر قيل وحالو إن لغو سيقاضي ديارات ملتاريك دلك جبوتي إليهين إن لغو سيقاضي أو يعني سيد دك دك يعني ديارات ملتاريك لغو قاضي حنون دك دك مدامو كسو بوضي حنون كاسينا حنون وين وها حتى والقالي وي إن دياراتها شبيل كأم حيدك لغو سيقاضي إسماعيل عمر قيل ولغو قيو دلك فرانسيسك يعني مدحوينها ديارات دا إذا مضى ديارتها إذا مضى إذا كلاجوسي قاضي أيها هذا ومضى لو شيء جاي استجو وجرب لجها يو أيو كسر نبض نقضي دلكيسة وركاسي وابنت وركاسي بيوه هذا بقى إسماعيل عمر قيله حنون ككرد عايز يلا شيء وحنون كاستراجة أما فارق لو يقانو ولينا كموسا كبنين وحنون صنيع هذا بقى قلها وسيرة دلك جبوتي محيكم مشغولين وحيكم مشغولين إن يعني ويل وإسقوا أدير بهاي أو وزير كمالية ده إن لقعد يقول مدحوينا هذلك جبوتي ويل كاسي وحى وطا قيس كهيجل يسيلو كله وحى وطا دولة فرنسية كإجدا قعدت كويسة ذلك جبوتي أيها ولطا أيها ولطا إن مركا قرشها سجبوتي كصعود قرشها أيها كصعود وحل الدور يا إن يعني قيس كهيجل أما إن قيس كوجودو هيجل إن يعني جلب كودا إن أوصل مدحوينه هذلك إن أوصل نافين أيام الدنيا مركا صور هذا حالي أما مقال كحالي لباهيي إشي جاي مدحوينه جبوتي إنه يصور النبات قبصان نقضي ووحدة كمجران مقال كاسي ومقال هري مقال كاسي مقال هري ويا مقال هذا معها إنه هذا أوصل أي واحد كجران كتا تيادة موقالك كوالة تيجيسة هجليهيسة اياد غراكتا يعني وموقال دحاليستي لباني قشي فيرس غلي مقد يهماك يعني بضان هوي يهيوي موقالك مركب النظيفي واد غراكتا يعني لبان يوحبك مجرو واسافي والنظيف موقالك سوى موقال هوري هداد ديب الراعضو بيجك مدحويناها جبوتي إسماعيل عمر قيل لي وكهريسا موقالك اسغا ديب او را او باريتان كو سمي بوستيادي حدا كهر لغو سو بوستي غري ايماتينادي فراح بداي ويمري ميد كميدو وي تيدا كالي امي سجير بو مدحوين اسماعيل عمر قيله او ييميد هبن او ايمادو لا عدد ولا حساب موقالدي ميد كميدا ايون با لا سو قاد تيدا كالي ان او يعني لا كلا هادلايو وزير كماليه دو وخو شيغاي مالمها سو ادن إنه إيمان دولة مدحوينها جبوتي سوى عافيما قبل سيدات ساعة تكدب نوو إيمان ماركا ما قوليه وسيغادة أيان حكتا مدحوينه دو أغين مدحوينيه مقا عابي ميينا أغين وي أغيهين يعني وحي شيغا يانبا بيانا هذا لك شيكا بيانا ماركا تسمعين يسو ويستوان مرايسا سيدا هذا لك رنتو كلمة شيكا بيانتا وليغيد بسكومة آدئي دلب إيا يعني دعبا يالتا ماركا وزيركم مالياتا وامضى اشاغي ان مدحوينها وكسو وجهانيه دلكا تدوباتك غديس اسر هبنكينا و ايمان marka halkaasi soo yaani isdamar kama jiro isdamar ba ka jiro isdamar weyn ayaa ka jira igana raal lehaada kolba daacay soo qabanays waa soo dibiray inta aan dibirine dhargsaneen ilaahay waxa ku dhagan haasiyo marka yaani مدحويناها جبوتي سيدي بوحا نوسيا تيدا كالي وحا الله شيء مدحويناها وحا الله وسي قاد ديارات ملتريقة اما ملتريقة فرانسيسك دالكا جوغا ايليهين بالله وسي قاد
oo diyaarad ciidan baa lagu sii qaaday madaxweynaha xanuunka intaa la ku soo booday ee diyaaradda militaryga lagu sii qaaday seeb u magada uga dhaadhicinaysa madaxweynaha jiriba laga yara qabtay waa caafimaad qaba madaxweynaha ka baaqday hadalkii uu golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay UN General Assembly uu ka jeedin lahaa ka baaqday miya yaani low laga haya low miya laga haya isagoo dhutinayo jiitamaya ayuu hadalkiisa jeedin lahaa marka waxyaabaha soo idin isku geyso waxaad garanaysaa meeshaas inaysan waxba ka jirin yaani warkaas inuu san ahayn war sugan oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelay ilaahay caafimaad sari ah siiye inuu xanuunsanayo oo xanuunki ku soo booday ee kalifay in diyaarad ciidan lagu qaado oo aan lagu qaadin diyaaradii rayidka xanuunki kalifay inuu wali hayo oo lala tacaalayo ayaa jirta inta waa inta hadaba maxaa ka socda dalka Djibouti waxaa caawa oo kulan uga socdaa golaha wasiirada iyo tariyaasha ciidamada iyo sidoo kale safiirka dalka Faransiiska iyo saraakiisha ciidamada Faransiiska ka socda ee dalka Djibouti gacanta ku haya ilaa si dhameystiran Djibouti xor uma ahe ayaa waxay magaalada Djibouti ku leeyihiin kulan albaabadu u xiran yihiin ayay ku leeyihiin oo lagaga tashanayo ciddii hoggaamin lahayd dalkan saan horey u sheegnayna waxay u badan tahay in uu majaraha u qaban doono wiilka uu adeerka u yahay Ismaaciil Cumar Geele ee wasiirka ah ayay u badan tahay in uu majaraha u qaban doono wiilka oo si xoogan u wataan beesha caalamka siiba dalka Faransiiska uu aad u wato ayay u badan tahay in uu majaraha u qaban doono ayay u badan tahay marka yacni wararka sheegaya Ismaaciil inuu yimid jirimna laga qabtay waa waxba kama jiraan kulanka u socda golaha wasiirada taliyaasha ciidamada qalabka sida ee dalka Djibouti iyo sidoo kale safiirada beesha caalamka ee dalka Djibouti ku sugan waa kulan albaabadu u xiran yihiin oo ay warbaahintu dibad joog ka tahay warbaahinta oo dhan baa dibadda looga saaray xataa RTT-ga iyo TV-ga qaranka Djibouti idaacaddii Djibouti wixii oo dhan baa dibad joog ka ah xogta laga helayo waa xog aad u yar maadaama dalka Djibouti uu yahay dal xirxiran oo aan waxba ka sokeynin Kuuriyada Waqooyi dalka uu hoggaamiyo jaagaxiir Kim Jong Un iyo Djibouti waxba isma dooriyaan inay waxba isdoorin baan kuu sheegayaa waa dal Soomaaliyeed oo Afrikaan ah hal sawir oo caasimadda Djibouti aad u mahaysaa hal meel oo magaalada Djibouti ka mid ah ii sheeg oo aan ka ahay daaradda madaxtooyada xataa ciyaalkii Facebook-rada caanka ka ahaa ee Soomaaliya qarax quute iyo Shiino culay markay tageen waa loo diiday magaalada Djibouti airport inay hal sawir ka qaadaan waxaa loo ogolaaday derbiga madaxtooyada gidaarka madaxtooyada kaliya inay isku sawiraan baa loo ogolaaday iyo meeshii uu ka dhacay shirki ay ka qayb galayeen ee macadkii cilmi baarista ee dadka ummadda Soomaalidu goynayay ee caynta u wada watay hoolka gudihiisa Djibouti waxaa laga arkaa un hoteelka Kambiski loo yaqaan gudihiisa madaxtooyada daaradeeda iyo marka iyada asabinaarada iyo shirarka hoteelada ay ka dhacayaan gudahooda iyo hoolka kaliya laga arkaa airport Djibouti leedahay arkaynin suuq magaalada Djibouti waan arkaynin hal laami ama hal shaaric oo magaalada Djibouti ka mid ah arkaynin annagu kama hadlayna dee hotel gudihii iyo hool shir ka socdaan gudihii kama hadlay waa la sawiri karaa oo warbaahintu way sawiraysaa madaxda shirka joogti iyo hoolku waa meel quruxsan waa la sawiri karaa laakiin inta kale waa baaba Kuuriyada Waqooyi waa badal nuclear ku mashquulsan oo meel higsanaya iyagu maxay Ismaaciil Cumar Geele muxuu higsanaya oo dadkiisi saa ugu galay oo aan Djibouti loo sawiri karin waa waxba kama jiro waa galgalin ma maqli jirto meel sawir qabta ma leh qofkii sawira marka waa la xidhayaa marka already dadku markay diyaaradda ka sii degayaanba waa loo sii sheegaa inaan airportka walaa magaalada aan sawir laga ogolayn waa loo sii sheegaa marka Ismaaciilka dalkiisa saa u galay ee meel la sawiro aan lahayn ee baabi'iyey in yacni madaxweynaha Djibouti uu ilaahay dhaafiyo waa soo dhaweynaynaa laakiin ilaahay waxaan uga baryaynaa waa oday Soomaaliyeed
إنه عافمات سريع ودقدق سين. لكن وأن كفر حصلنا هاي إن إسماعيل يعني في جبوتي كتشتان أو كلن كا البابد وحرينيين كصعدة مدحتويل جبوتي أو أيريه كلن كا ترياش إذا ملا يقوله وسير هذا يقدون كبرلمان كي السفارة فرنسيسكو يجوب جوج كيهين وحام أمد جبوتي له وقبريا إنه وقصو صار يعني وح يعني وح أيو آيان أو إسماعيل أدامة إنه إله وقصو صار إن إلهي وقد قال إنك هذا يرى له إسماعيل عمر قال إسكرير كيهين إلا وضوضو إنه نغضى ننفر فران ما دام إنك هذا يرى له وجعليه دل كيسو إنه قروح سناده إنه إلهي وقد قال إسماعيل نين أدامة يانو قبريين إسماعيل من نبعينه إساقا نعيبك كسبالي إساقا صوماليو لن هكر دامين إيا إساقا بيشي سي هكر دامين إيا إساقا عيسي حتى بغنا هجري قلبيتك سيتي مركو دقالكو كسو عدي أو بيشي سلبابين إيا رساس تآكاها حتى وقوري وي إلا مالون إسماعيل عمر قيلة دير نبو قناشي لابا تنجيركو قاري دوكسي سارا واسكا قباحي قلبيتك سيتي مكسو جيدا أما سيتي بسكنة قلبات كذا دير بارك سيتي هدوك سو جدي قلبات كسيتي با قول كسيتو وهل عزيمة دي سواشيني هل كاسو كسو جدي أمرك إسماعيل ماشي وكسو جدي نينك ونجيد نحي واجي وما تكلم ونجيد نحي وما دي سوماليين فدراليزم أين جين يا 4.5 إن حقيرة يا قبيل طلع سومالي أيو دوشك كان يسوع يتوب يقطنعيني دل كيسينا سال أركتين بو أقرأيو سيدي أن كسو شكين ميلا سور لغيني أيو كدي ماشا مقدقين إليش الهي بكدي مركا إسماعيل من نبعيني إساقا نعيب كبيرتي إنتا سنجعلسينا نلو داقو هدا الحب تيدو حك دون آهيسو قايب تا كومنتيق عما فالضا يقولو داك والسلام عليكم.